أنا بكبلي عندك مخالفة على سير، سير على خط الترامواي. زين ما عندكش الصنف المطلوب تاع سياق الدراجة؟ نعم؟ الصنف المطلوب 2018 يعطيك الصحة. المخالفة تاعك عندك 5000 دينار على السير على سكة الترامواي. هذا هو. عندكم طريق مخصص نتاع الدراجات النارية، هذا المسلك مخصص غير للترامواي. هكذا أخي. راني مزروب، كان مانيش مزروب ما نهركش. مزروب هذوك اللي تهضر معاه يقول لك راني مزروب. مي الانسان ماشي يعفس على القانون ولا يعفس ولا يمشي في الطريق اللي خاطيه. فهمتني كيفاش؟ ما هنا ثاني الناس كاين مزروبين وهذا مخصص للترامواي، انت كي تجوز هكذاك كاين ولاد صغار يقطعوا، كاين ناس كبار، كاين فهمتني كيفاش؟ تكون مزروب عندك عندك لا شونس تبكر شويه مش عارف. هكذا اخي. قلت لك حافظ على حياتك، احترم قواعد السياقه السليمه، حياتك ما تسالش فيها وحدك خو. هكذا شيخ، طريق راي فارغة، اتمشى، التزم، كونك قدوة شيخ. هكذا وليدي، ربي يعاونك. بالوسي اختي، كنت نمشي في طريق تاع طرامول. قالوا لي بالوسي 500,000، ونحاول لي بارمي. سحب رخصة السياق، على بالي. كنت مزالو. مجمع واحد شو اختي، مجمع واحد عنده موطا يسوق على بالو الريسك ديالها. ولا شتا في لافيل يكون يمشي في لافيل، خاطش هادي ما فيها ني بارشوك ني ارباك ني والو، هادي الضربة تجي فيك ديرك. تسمى بعيد الشرق دايا السلام عليكم، كاش زعما في السب سنتورة ولا غير يقدر هادا يسلكك، هادا شوية الضربة باك تجي تكسر يدك كدايا، بصح هادا يسلكك في اللي في راسك، الراس هو الصح. تسمى تقدر تكون بلا كاسك في لافيل طيح على راسك، سأل الله يرحم. يديروا السرعة اختي، شنو نقولوا لك راه ان شاء الله ربي يهديهم يا خاطش كاين الله غير صح، كاين عباد يسوقوا شغل لا في لوطور وتي كابري وكذا يا جزائر. تيب اول قناة الكترونية في الجزائر.